السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.